صباحي. يوم بعد يوم عم نكتشف قديش نحن بحاجة لنشر الثقافة والعلم بكل أوساط المجتمع، من الشباب للكهول وللكبار. فالعلم ما بيعرف عمر، والمعرفة ما إلها حدود، لأنها قادرة تنتشر بين كل الناس وعند كل أبناء الوطن، ولأنه كل إنسان قد ما يتعلم ويدرس بضل ناقصه وبضل بحاجة تزيد معلوماته. ونحن أخذنا على عتقنا سد جزء من الفراغ ومشاركة كل الناس بنشر الثقافة من خلال الشباب والصبايا. مع بداية برنامجنا خلونا نرحب سوا بمعد البرنامج الأستاذ كمال نخلي. أهلا وسهلا أستاذ كمال. على يميني معنا الفريقة ثانوية مرياطة الرسمية ممثلة بالأستاذ محمد دياب. أهلا وسهلا. أما على شمالي فمعنا سانت فامي مارونيت الزلقة ممثلة بالسيدة جلاديس سماحة. أهلا وسهلا. ثانوية مرياطة ذكرونا بأساميكم بليز. لجين عباس ثانوية مرياطة الرسمية. ريان شما ثانوية مرياطة الرسمية. منى شما ثانوية مرياطة الرسمية. أهلا وسهلا فيكم من جديد معنا بالبرنامج. سانت فامي. سيرانا نخلة. جوال طوق. نور نهرة. أهلا وسهلا فيكم كمان. ثانوية مرياطة أي رقم نقيته طبعا قبل ما نبدأ الحلقة؟ 68. سانت فامي. 51. جاهزين للمرحلة الثانية؟ نبدأ مع ثانوية مرياطة الرسمية، وأول سؤال بالتاريخ عن لبنان. بنظر نواب الكتلة الوطنية، ماذا أعطى اتفاق القاهرة إسرائيل؟ شو يا صبايا؟ أعطاها الحق بنقد اتفاق الهدنة. برافو. برافو يا منى. أول علامتين لإلكم يا منى. السؤال هلا لسانت فامي مارونيت، كمان بالتاريخ عن لبنان. كان سعر الدولار قبل أزمة انترا في عهد الرئيس حلو يساوي 320 قرش، انخفض إلى أي مبلغ في تشرين الثاني؟ شو يا سيرينا؟ 317. برافو يا سيرينا 317. كمان أول علامتين لإلكم. شو عم بتقولي يا سيرينا؟ لو بيرجع 317 شو بترخص الدنيا؟ قبل ما نتابع بالسؤال الثاني عن التاريخ، أستاذ كمال بتحب يمكن تفسر للجمهور وجهة نظر؟ في شغلة صارت معنا الحقيقة لتوضحها للكل. بحلقة من الحلقات كانوا معنا مدرسة سانكور عين نجم ومدرسة ثانوية وليد عيدو بعكار. ثانوية وليد عيدو انسحبوا بدون ما يقولوا لنا ليش وما اتصلوا فينا، لذلك اعتبرت انه سانت فامي عين نجم ربحوا وصلوا على الفينال. سانكور عين نجم وصلوا على الفينال بانسحاب هوديك. يعني لحديت هلا من اصل 16 صرنا نعرف اي مدرسة واصلة على الفينال هي سانكور عين نجم. حظهم كبير لأن هوديك انسحبوا وما كلفوا نفسهم يقولوا انه نحن ما ناجيين. ساعة واحدة الفنان وقال مش فاضيين مدري شو. بريف المهم انه هوديك حظهم كبير وصلوا على الفينال. اذا صارت مع غيرهم هيك بده يصير. توضحها للناس. اوكي. بنتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية والسؤال الثاني بالتاريخ عن لبنان. في عهد الرئيس فرنجية ما هي الابواب التي ظلت مفتوحة امام اللبنانيين؟ شو يا ريان؟ أبواب الاختراب. ما رح تعتبر الله يا صح. أبواب البلدان العربية. برافو. برافو يا فلان. أبواب البلدان العربية. علامة لكم يا جوال. ومنتابع معكم بالسؤال الثاني بالتاريخ عن لبنان. شارك رئيس حلو برفقة رئيس الوزراء في مؤتمرات القمة العربية، ماذا أبرز؟ شو
شو يا سيرينا؟ أبرز دور لبنان. برافو يا سيرينا، أبرز دور لبنان. علمتين لإلكم، صار معكم 5 علامات. منتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال الثالث بالتاريخ عن لبنان. في أي تاريخ ألقى الرئيس الفرنجي خطاباً مفصلاً أمام الأمم المتحدة؟ يلا يا ريان. تقبل بالسنة ولا بدك التاريخ مفصل؟ إذا أعطونا السنة نعطيهم علامة. تاريخ مفصل علامتين. شو يا ريان؟ 4/1970. لا يا ريان. 14/2/1974. برافو يا جوال، 14/2/1974. علامة لإلكم، صار معكم 6 علامات. ومنتابع معكم وآخر سؤال بالتاريخ عن لبنان. في عهد الرئيس الفرنجي استمرت العلاقة الوثيقة بين لبنان المقيم ومن؟ وأبنائه المنتشرين في أنحاء العالم. برافو، برافو يا جوان. لحد هلأ محضرين منيح المرجع الأول. علمتين لإلكم، صار معكم 8 علامات. السؤال هلأ لثانوية مرياطة الرسمية بالأدب والجغرافيا اللبناني. من مغدوشي 1948، باحث بارز ساهم في منجد الأعلام وألف سلسلة كتب مدرسية في الجغرافيا والتاريخ، من هو؟ يلا يا صبايا، أول سؤال من المرجع الثاني. جان حايك. جان حايك، برافو، برافو يا منى. علامتين لإلكم، صار معكم 4 علامات. السؤال هلا لسان فامي مارونيت، كمان بالأدب والجغرافيا اللبناني، أستاذ جامعي ومؤرخ بالإنجليزية والعربية، من مؤلفاته الإسلام في الفكر الأوروبي، اللبنانيون في العالم، من هو؟ خلص الوقت يا صبايا. فيليب حتى. لا يا نور. ألبرت هوراني. برافو، برافو يا لوجين، ألبرت هوراني. علامة لإلكم، صار معكم 5 علامات. منتابع معكم والسؤال الثاني بالأدب والجغرافيا اللبناني. قرية أثرية في قضاء البترون فيها نواويس فينيقية، ما هي؟ حددناكم قضاء البترون، احنا بتقولوا في كثير أماكن فيه النواويس، حددنا القضاء أكيد بحرف الحاء. لا لا يا لوجين، حربتها كمان. لا يا نور، الجواب هو حردين. منتابع مع سانت فامي مارونيت، والسؤال الثاني بالأدب والجغرافيا اللبناني. من حار تحريك مارس الصحافة، من مؤلفاته لبنان على شفاه الأقلام، تأملات لبناني، من هو؟ هذا المرجع الثاني دائما عم يضيعوا فيه، احرف كثيره والكلم والادب كثار والكتب كثيره. رياض حنين. برافو يا نور. علمتين لكم، صار معكم 10 علامات. السؤال الاخير بالادب والجغرافيا اللبناني لثانويه مرياطه الرسميه. مرب وكاهن من أثاره المرأة والحقيقة اللبنانية، حفار القبور، من هو؟ شو يا لوجين؟ خلص الوقت يا صبايا. يوسف حداد. برافو يا لوجين، يوسف حداد. علمتين لإلكم، صار معكم 7 علامات. آخر سؤال بالأدب والجغرافيا اللبناني لسانت فامي مارونيت. من هو اللبناني الذي عارض الزعيم الصيني ماو تسي تونغ خلال الثورة الثقافية؟
زوج الحاج. لا لا يا نور. جورج حاتم. برافو يا منى. جورج حاتم. علامة لإلكم يا نور، صار معك 8 علامات. منتبه معكم. بالنسبة بدي أطشك مدام، بس عفوا سؤال بلا نقاط، شو كان بالنسبة لماو تسي تونغ جورج حاتم؟ شو؟ بالنسبة لماو تسي تونغ شو كان دوره الأساسي؟ كان حكيمه الخاص. ومن أي ضيعة؟ من حمانة. حمانة. عاملين له تمثال بنص ساعة. كله بحرف الحي. أوكي. منتبع مع ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال الأول بالمعلومات العامة. من هو الرئيس الأرجنتيني الذي أعيد انتخابه بعد نفيه عام 1973؟ هلا هون خلصنا من المراجع، تعال نشوف شو عندهم معلومات. شو يا لوجين؟ ما في جواب. صبايا. ما في جواب. الجواب هو خوان بيرون. هاي أول مرة بتصير شخص بيرون كان زعيم كبير بالأرجنتين. عمل له انقلاب عسكري نفيو غاب حوالي 15 سنه، رجع هن طلبوا منه يرجع رئيس. يعني مش هيك سالت السؤال، انه انسان كان رئيسا نفي ثم عاد رئيسا بطلب من الناس اكيد، ولما مات ايفيتا مرته صارت هي رئيسه. منتابع مع سانت فامي مارونيت، والسؤال بالمعلومات العامه. ما هو البلد الذي عرفت ثورته عام 1969 بثوره الفاتح من سبتمبر؟ أكيد بتكون بلد عربي، إن الفاتح من سبتمبر قضية. وأنا بقول لكم مدام مين سمى هالاسم. السعودية. تركيا. كمان لا. الجواب هو ليبيا. والعقيد القذافي اللي أطلق عليه هذا الاسم. منتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال الثاني بالمعلومات العامة. ما هي الدولة العربية التي شاركت للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002؟ يلا صبايا. الجزائر. لا. تونس. كمان لا يا نور. الجواب هو السعودية. المرة الثالثة. شاركت للمرة الثانية. منتبه مع سانت فامي ماروني. في أي بلد صنعت أول طائرة نفاثة عام 1939؟ أكيد استعملت بالحرب العالمية الثانية أكيد. بريطانيا. لا لا يا جوال. صبايا. الولايات المتحدة. كمان لا. الجواب هو ألمانيا يا صبايا. منتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال كمان بالمعلومات العامة. أين ظهر أول ثقب للأوزون بالعالم؟ ترودوزون. أكيد عارف شو ترودوزون. القطب الجنوبي. أستراليا. فوق أمريكا الشمالية. وكانت مساحته حوالي 10 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مساحة أمريكا وأكثر بشوية. ثقب الأوزون والظهر أول مرة. منتبه مع سانت فامي مارونيت، والسؤال كمان بالمعلومات العامة. من هو المدرب الفني لفريق جوفنتوس الإيطالي عام 2016؟ شو يا صبايا محضرين شوية عن الفوتبول؟ كونتي. ما في جواب. الجواب هو ماسيميليانو أليغري.
منتابع مع صبايا ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال هلا بالتكنولوجيا، بأي اسم يعرف التشفير التام الذي أصبح من أولويات المستخدمين للواتساب؟ شو يا صبايا؟ ما في جواب. Encrypted messages. صح. End-to-end encryption. علامة لكم يا جوال، وصار معكم 11 علامة. ومنتابع معكم والسؤال كمان بالتكنولوجيا. ما هو تطبيق الدردشة الخاص بشركة بلاك بيري؟ بي بي ام. برافو يا جوال. بي بي ام. علمتين لكم، صار معكم 13 علامة. مع نهاية الفقرة الأولى من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. ثانوية مرياطة الرسمية معهم 8 علامات، يعني عرفوا يجيبوا بنسبة 40%، مقابل 13 علامة لسانت فامي مارونيت، يعني عرفوا يجيبوا بنسبة 65%. لحظات قليلة مع الإعلان، ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الكبير، ذكر بالعلامات. ثانوية مرياطة الرسمية معهم 8 علامات مقابل 13 علامة لسانت فامي مارونيت. بعدنا بالأول صبايا، ورح نبدأ معكم. والسؤال الأول هلأ بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 29، 130، 635، 3160. معكم دقيقة لا تعطوني الجواب. تشاوروا مع بعض لتشوفوا إذا الجواب مضبوط عم يطلع معكم. خمستاشر ثانية يا صبايا. خلص الوقت يا صبايا. نضرب بخمسة من نقص بخمستاش، نقص خمستاش. شو معك جواب؟ 15,755. خمسة؟ 50. أعطيت جواب غلط هي. بس الطريقة صح. طريقة صح. بعد علامة لإلكم. إلكم علامة على الطريقة لأنه السؤال إلكم. 15,785. برافو يا جواب. هيك بتكون انقسمت العلامة لاثنين، علامة إلكم وعلامة لسانت فامي. وبهنيكم أعطيتوا طريقة غير طريقتي كمان. لو بالمرحلة الثانية طلع لكم علامة. منتبه مع سانت فامي مارونيت، والسؤال هلا بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 46، 111، 306، 891. كمان معكم دقيقة لتعطونا الجواب. 15 ثانية يا صبايا. 15. قرب الوقت ينتهي. خلص الوقت يا صبايا. نضرب بثلاثة من ناقص 27.
2646. صح يا جوال. أستاذ كمال نقص 9 وضرب ب3. عفاهم إن أخذوا غير ميثود على أساس ديفيزيبل بار نوف. علامتين لإلكم يا جوال، صار معكم 16 علامة. منتابع مع ثانوية من الرياضة الرسمية والسؤال الثاني بالتحليل الذهني. استعمل الأرقام 32 62 72 88 و98 لتحصل على العدد 1440. كمان معكم دقيقة يا صبايا لا تعطونا الجواب. انتوا دائما فكروا شو بدك تتركوا عدد ما تستعملوه. تستعملوا 4 وتتركوا 5 للفريقين. عم بعطي نصيحة. في جواب. سنت فامي. 62-32 بتعطينا 30. 98-88 بتعطينا 10. 30-10 20. 20×72 بتعطينا 1440. برافو. برافو يا شيرينا. غير طريقة استاذ كمال واهين طبعا. وبتاخدي علامتين. طريقة استاذ كمال بتاخدي علامة، عفوا صار معك 17. 88 زائد 62 بيعطيني 150. 98 زائد 32 بيعطيني 130. 150 ناقص 130 20. 20 ضرب 72 1440. شاطرة، وصلت على 20 بالطرح. أنا وصلت على 20 بالجمع بطريقة أسرع وأهين. يمكن أهين بكتير، وعرفت تركت على فرد مايل 72. شابو عفيك. برافو يا سيرينا. منتابع معكم والسؤال هلأ كمان بالتحليل الذهني. استعمل الأرقام 16 36 66 14 و64 لتحصل على العدد 3600. كمان معكم دقيقة لا تعطونا الجواب. شفتي مدام كيف اتفكروا شو بيتركوا على فرد مايل؟ يوصلوا من ورا الفينال بده يحصلوا عليه. بنبسط عم بلاقوا طرق الصبايا والشباب. هلا هن رح ينبسطوا اكثر من المرحله الثانيه والثوا تيصير يطلع لهم العلامه. بدهم علامات زياده. هونيك بينبسطوا. هناك اليوم 3 صبايا ضد 3 صبايا، منافسه نسائيه. منافسه نسائيه. 15 ثانية يا الصبايا. خلص الوقت يا صبايا. ما في جواب. ما في جواب. 16 زائد 14 30. 64 زائد 66 130. 130 ناقص 30 100 ضرب 36. هنيكي بهنيكي. برافو يا ريان. ريان ردت لهم اياها دغري. برافو، علامه لكم يا ريان. شطوره، تركت ال 36 على فرد مايل. عفيكي فهمت اللعبه. 36 بدنا شي 100 تتصير 3600. عفاكي. صار معكم 10 علامات. منتبه معكم والسؤال هلا بالتحليل البيئي والعلمي. لماذا يجب ابعاد البطاقات الممغنطه المستعمله وقتيا كما في الفنادق عن الهواتف الخليويه والمغناطيس؟ ليش بنبعدهم عن التليفونات او قصص مغناطيسيه؟ ليش بتبعدين عن الهاتف الخلوي وعن المغناطيس؟ عرفتوا شو البطاقات؟ او البطاقات بدك تفوتي على اوتيل او شي مره حطيها بيفتح. شو يا صبايا؟ البطاقات عندهم حقل مغناطيسي خاص فيهم، والتليفونات عندهم بيعملوا ذبذبات وهيك. بكفي. واذا قربوا على بعضهم رح يصير في اشتباك بالاتومات او شيء. الغي الاتومات بيصير في اشتباك، يعني بتوصلي لوين؟
بيعملوا إلكتريسيتي. احتكاك؟ لا. يعني عطت فكرة ذكية مش عاطية. ايه بس ما كفتها صح. ما كفتها. فلا أنا أحسب لك إياها لأنه طلعتي شاطر عرفتي بين اثنين. أنتوا عندكم فكرة بعد زيادة؟ في عنا شان مانيتيك وعنا. حلوة. أوكي. غيره. وعنا شان إلكتريك. حلوة غيره. مع بعضهم رح يطلع لنا إنفارس. بور أبوتير أكوا. شان إلكترومانيتيك. تذكر بور أبوتير أكوا على فان. شو بيعمل وقت تقربي هالكارت من التليفون؟ شو بيصير بالكارت؟ رح يتعطل. هسه كثير المعلومة رح يتعطل. اكزاكتلي. برافو يا ريان. كثير المعلومة. لأن المغناطيس يقوم بتخريب المعلومات داخل البطاقة. بدك تعطيهم علامة ولا علامتين؟ علامتين. رجعت قالت الجواب. برافو يا ريان. كلمة رح يتعطل انطارت المعلومة لما يتعطل. علامتين لثانوية الرياضة وصار معهم 12 علامة. السؤال هلا لسانت فامي مارونيت كمان بتحليل البيئة والعلمي. ما هي أهم النتائج السلبية لتعرية الغابات التي تسببها المواد الكيميائية؟ رح أشرح السؤال. في كتير غابات بيجي عليهم برودوي شيميك معين بيصير عندهم ضرر من وراء هالبرودوي شيميك. أعطينا شيء من هالضرر ممكن يصير. المواد الكيميائية بدها تضر التربة، وبالنسبة للشجر ما بيعودوا تنقية الهواء ما بتعود بالطريقة يلي كانت عم تصير فيها وقت اللي كان فيه وراق. دونك قالت كلمة ذكية انه بالنسبة للتربة بتنضر بتتلوث. بتتلوث صح. هيدا اول شيء صح. شو كمان قالت كلمة تانية مهمة شو هي؟ مع تعرية الوراق ما بيعود بيتنقى الهواء بالطريقة يلي كان يتنقى فيها. يعني لانه هي الشتله بتكب الاودو يلي بينقي الهواء من خلال وراقه، فاذا تعرى وراقه ما راح بقى يعطي. احسب لك اياها صح، بس بدي شو اذا بيقدروا يعطونا شيء على شيء بعد توضيح شوي صبايا هون. انه اذا وقعوا الوراق ما راح يصير في الوه. بتكفي معلومتها. هي فكرتها ذكيه انه ضربت التربه من مايل، عم تقول الشجر انضرب من مايل، لم ينضرب الشجر يعني صار في تصحر. بس بطل في شجر بصير في تصحر. فكرت انا بالنسبه للتربه وللشجره شو النتائج. اذا راحت الشجره يعني صار في تصحر. بهنيك اعطيتي ريزونولوجيك. اذا الجواب هو انجراف سريع للتربه، تصحر يصعب تصحيحه. علمتين لكم يا جوال، صار معكم 19 علامه. منتابع مع ثانويه مرياطة الرسميه، والسؤال هلا بالتحليل الشعري. استنتج الكلمه الناقصه من خلال المعنى والقافيه. ولئن تخب في الأرض قاتبة فاصعد وطر في الجو يا بطل. ما ضاقت الدنيا على رجل يسعى وملء فؤاده. أكيد بتكون كلمة تنتهي بلام واو أو لام ضم مثل ما بتكون. لو المهم لو. لو. إذا بتفكروا بتحلوا لازم تلقوها. إذا انتبهوا للمعنى بيطلع معنا. بيّن أنديركت المعنى فيه. عملوا. عملوا. برافو يا لوجين. عملتين يا لوجين. عملوا. علمتين لإلكم، صار معكم 14 علامة. السؤال هلا لسانت فامي مارونيت كمان بالتحليل الشعري. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية. أهكذا أبدا تمضي أمانينا، نطوي الحياة وليل الموت يطوينا. تجري بنا سفن الأعمار ماخرة بحر الوجود ولا نلقي. فهمتوا المعنى شو؟ عم تجري السفن، سفن عمرك يعني أنت بقلب البحر تعتبري. شو شو بتكبي بس تكوني بالسفينة على البحر؟ تنتهي بناء. هيدي هي كمان أخذتها من قصيدة لولاك تبع لامارتين اللي ترجمها دكتور نورا طيار. ولا نلقي ماذا؟ ماذا نلقي في البحر من قلب السفينة؟ يا جوال يلا لازم يعرفوها. يلا يا جوال شو الجواب لعندك؟ مراسينا. صح.
برافو يا جوال. ما نسينا يا جوال. علمتين لكم صار معكم 21 علامة. مدام بتزتي مرسات السفينة، جمع مرسات مراسي، مراسينا، صح؟ منتابع مع ثانوية مرياط الرسمية، والسؤال الثاني بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. ثالث ولا سري يسمعن وسرك سر شاع إلا جاوز كل الاثنين. أكيد سمعينه لهيدا المثل. ده شو صحيح المثل؟ ايه مزبوط. انت شو دارج بهالايام؟ انتبهوا يا صبايا. عشر سنين يا صبايا. شو يا ريان؟ وسرك سري ولا ثالث يسمعنا. سري وسرك ولا ثالث ولا يسمعن سري وسرك ثالث إلا كل سر جاوز الاثنين شاع. بس السر يقطع اثنين يعني انت شاع. لا. منتابع مع سانت فامي مارونيت، والسؤال كمان بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. يصح شيء وليس الأنام في النهار أحتاج دليلي إذا إلى احتاج. الأنام يعني الناس، المجموعات الناس. لما تقولوا كلمة صعبة اشرحنا لكم إياها. أنا بهالوقت بحب ذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا عن الجوائز اللي رح يربحوها معنا هالسنة أول ثلاث فرق، وهي منح جامعية تقدمة Overseas Educational Agency لصاحبها السيد بلال درنيقة، بالإضافة طبعاً لجوائز مالية نقدية تقدم التلفزيون لبنان. وهالسنة حبت ناديا ترافل تقدم للشباب وللصبايا رحلة لمدة أسبوع على فارنا. احتاجة 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 احتاجة. شو يا صبايا؟ وليس شيء يصح في الأنام. لا. لا يا سيرينا. وليس في الأنام شيء يصح. كمان لا. وليس يصح في الأنام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. مع نهاية الفقرة الثانية من التحدي الكبير، بذكر بالعلمين. ثانوية مرياطة الرسمية معهم 14 علامة، يعني عرفوا جابوا بنسبة 47%، مقابل 21 علامة لسانت فامي مارونيت، يعني عرفوا جابوا بنسبة 70%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. ثانوية مرياطة الرسمية معهم 14 علامة مقابل 21 علامة لسانت فامي مارونيت. قبل ما نبدأ هالفقرة، بحب ذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا أنهم صار فيهم يتابعوا كل أخبارنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وهي التحدي الكبير. ثانوية مرياطة الرسمية، نبدأ معكم والسؤال الأول بالتحليل الجدلي. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. بالأمس كان الشاي بيتسمى وقار، والسن في له احترام واعتبار، واليوم صار الشاي عند البعض عيب، من هيك صاروا اللي يصبغوا شعرهم. هاي انطبق هذا. أنا ما صبغت شعري.
وهذا تنتهي طبعا برا. كتار. نعم كتار. برافو يا لجين كتار. علمتين لإلكن. صار معكم 16 علم. سؤال هلا لسانت فامي مارونيت كمان بتحليل الزجاجات. استنتج الكلمة ناقصة من خلال القافية والمعنى. خيرتني ما بين عين واختة، تتشوف أي عين أحسن بختة. عين اليمين بتهف روحي فوقها، وعين الشمال برف قلبي. أكيد بدها تنتهي بها. للشاعر رشيد نخلي. عندنا هون سيرينا نخلة بال، عندنا سيرينا نخلة، عندنا سيرينا نخلة اللي بتعرفوها بيزعل قرابتي. عفوا بدها تنتهي بها طبعا. إذا ما عرفوها الصبايا أنا بدي أزعل لأنه واضحة. C'est l'évidence même. Elha. Albi, où est-ce que tu es? Tahta. Bravo, ya Lujain. Tahta. لو ما عرفت انه قلبي كراف في فوقها عكس فوقها تحتها. ولو هيدا روحتوه بلا طعم. ولو يا صبايا. برافو يا لجين، علامة لكم، صار معكم 17 علامة. ومنتابع معكم بالسؤال الثاني بالتحليل الزجلي. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. وعد، زارت، غير، العيون، ناعسة، على، يتململ، وسكون، والفجر، بحرقة، معي. يلا يا لجين. هي صبايا خلص الوقت، مين بده يعطينا الجواب؟ العيون ناعسه زارت على غير. سيرينا عندك الجواب؟ زارت العيون على ناعسه. الجواب هو زارت على غير وعد ناعسه العيون، والفجر يتململ معي بحرقه وسكون. منتابع مع سانت فامي مارونيت والسؤال بالتحليل الزجل. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. قصتي، بداية، حزينة، نهاية. البداية ويا من ويل النهاية. كثير حلوة مع انها حزينة يعني بس حلوة. دائما الاخ بيخوف. مش دائما النهايات لازم تكون سعيدة. عندي كمان عم تكون سعيدة. قرب الوقت ينتهي يا صبايا، 15 ثانية. ثواني يا صبايا.
نهاية قصتي نهاية بداية قصتي نهاية حزينة، ويا ويل النهاية من البداية، ويا ويل النهاية من النهاية. يا ويل شو؟ ويا ويل النهاية من النهاية. برافو يا سيرينا. علامتين لإلكن صار معكن 23 علامة. منتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية. والسؤال الأول بأحداث 2015-2016، آخر من بقي من قادة الثورة الجزائرية توفي في سويسرا أواخر العام 2015 عن 89 سنة، من هو؟ يمكن سؤال صعب بس أنتم عم تعملوا أبحاث ذكروا بكل وسائل الإعلام أنه آخر واحد من الثورة الكبيرة ثورة المليون شهيد. ما في جواب. الجواب هو حسين اياد احمد. هني كانوا بالثورة الجزائرية كتار بمدين وبنبلة وبضياف، وحسين اياد احمد وغيره كانوا جبهة كبيرة. ماتوا كلهم، بقى هو الوحيد اللي عايش بسويسرا. كان معه كل اخبار واسرار الثورة الجزائرية. منتابع مع سانت فامي مارونيت، واول سؤال باحداث 2015-2016، برلمان اي دوله اوروبيه اعترف عام 2016 بالمجازر الارمنيه من قبل الاتراك التي وقعت عام 1915؟ اي برلمان اعترف؟ كمان سؤال مهم، مش هي بطرح السؤال لانه حدث مهم، برلمان كبير يعترف فيه، كثير دول ترفض تعترف فيه، تعترف بالمجازر. المانيا. برافو يا نور، المانيا. علمتين لإلكم، صار معكم 25 علامة. بتعرفوا على علامة الحلقة الأولى. بتعرفوا أهمية السؤال يا نور؟ أهميته إنه أكبر جالية تركية بأوروبا موجود بألمانيا بحدود 4 مليون وشوي. تيجي البرلمان الألماني يعترف بالمجازر ويتهم الأتراك، هذا الحدث كان، مش هناك انطرح السؤال لأنه حدث. منتابع مع ثانوية مرياطة الرسمية، والسؤال الثاني بأحداث 2015-2016، من كان مدرب فريق أتلتيكو مدريد لعام 2016؟ مصيبة الفوتبول للبنات، نينو بنات اليوم. طب قولنا ريال. هاي بدك تشوفي مع أستاذ كمان. ما في جواب. صبايا سيميوني. برافو يا نور، دياغو سيميوني. علامة لإلكم، وهيك بتكونوا صرتوا مثل العلامة تبع أول حلقة. لنشوف إذا رح تقطعوها ولا رح تقطعوها. إن شاء الله خير. منتابع معكم، والسؤال الثاني بأحداث 2015-2016، من هو المهاجم السويسري الشاب لاعب بازل سويسري الذي انضم إلى شاكره الألماني صيف 2016؟ كان ببازل سويسري، انتقل على شاكيل الماني هون 2016، اكيد هي احداث 2016. ما في جواب. كمان ما في جواب. الجواب هو امبولو. منتابع مع صبايا ثانوية مرياطة، والسؤال كمان بأحداث 2015-2016، في أي قارة بلغ عدد العاطلين عن العمل 200 مليون شخص عام 2015؟ آخر سؤال بأحداث 2015-2016، في أي قارة صبايا؟ انتبهوا. أفريقيا. صح. أفريقيا. برافو. برافو يا ريان. علمتين لإلكن، صار معكم 19 علامة. آخر سؤال لسانت فامي مارونيت، السيدة ميشيل باشيلي كانت عام 2016 رئيسة أي دولة؟ في البرتغال، في
البرتغال. ما في جواب. كمان ما في جواب. الجواب هو تشيلي. تشيلي عفوا. مع نهاية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. ثانوية مرياتا الرسمية جمعوا 19 علامة، يعني عرفوا جابوا بنسبة 48% مقابل 26 علامة لسانت فامي مارونيت، يعني عرفوا جابوا بنسبة 65%. مع ختام حلقتنا، ثانوية مرياتا الرسمية بالحلقة الأولى كان معهم 18 علامة واليوم كان معهم 19 علامة، فهيك بيكون صار مجموع علاماتهم 37. أما سانت فامي مارونيت بأول حلقة كان معهم 26 وبهالحلقة جمعوا كمان 26 علامة وهيك بيكون صار مجموعهم 52 علامة. تصبحوا على ألف خير.